اللي في الصورة ده الشيخ أحمد عامر، قصته أكبر مثال علشان نتعلم منها إننا ما نتخدعش بالمظاهر ولا ندخل بيتنا حد حتى لو عامل فيها شيخ، لأن في ناس حوالينا وكتير جدا بيعرفوا يمثلوا كويس. الشيخ أحمد عامر في القصة الكاملة. 2011 في منطقة الهرم في محافظة الجيزة. نركز جدا في السنة دي لأن أحداث القصة كلها مرتبطة بالسنة دي. الشيخ أحمد عامر اللي عنده 29 سنة عايش في شقة متواضعة في الهرم، والشقة دي عبارة عن مدرسة لتعليم الدين. بيته أول ما تدخله تلاقي مكتبة دينية كبيرة مليانة كتب دين وفقه ملهاش عدد، كان سبب رئيسي في هداية عدد كبير من الشباب والجيران اللي موجودين حواليه، سواء في تحفيظ القرآن أو تعليم الأمور الدينية. تقدر تقول إن بابه مفتوح لكل الناس، أي حد عايز أي حاجة من الشيخ أحمد يخبط ويدخل على طول. وبسبب إصابته بضمور في العضلات في الإيدين والرجلين فكانت حركته شبه مستحيلة، فكان دايما قاعد على كرسي متحرك، وأهل بيته هم اللي بيساعدوه في كل حاجة، وربنا رزقه بزوجة أقل وصف يتقال عليها إنها زوجة صالحة، منى سعيد عبد اللطيف، أكبر منه ب 11 سنة وهي اللي طلبت إنها تتجوزه، أولاً علشان تكون بتساعده في مرضه وده له ثواب كبير، وثانياً علشان تتعلم منه كل أمور الدين وتحفظ على إيده القرآن الكريم. والسبب الأساسي إن الشيخ أحمد كان باب بيته على طول مفتوح إنه كان رافض تماماً فكرة إن مراته كل شوية تقوم تفتح الباب لحد، لأنه تقريباً طول اليوم عدد كبير من الطلبة والناس بيجوا للشيخ أحمد علشان الدروس أو إنهم ياخدوا معلومة في الدين. وأهل الشيخ أحمد كانت علاقتهم بمنى مراته كويسة جدا، وأول ما دخلت حياته هم اعتبروها على طول واحدة من البيت، والشيخ أحمد ما كانش عارف يشكرها إزاي، فكلم في يوم إخواته البنات واداهم 800 جنيه وطلب منهم إنهم يجيبوا هدية ذهب لمراته منى، وبعد يومين واللي كان موافق يوم الخميس جولوا على البيت ومعاهم الهدية، فينده على مراته ويقدم لها الهدية ويقول لها دي أقل حاجة ممكن أقدمها لك، والهدية دي هتكون سبب رئيسي في القضية كلها. الجيران وأصحاب الشيخ أحمد متعودين بعد صلاة الجمعة إنهم يطلعوا له على البيت يقعدوا معاه شوية يسمعوا منه درس دين ويسألوا شوية أسئلة، ومراته كانت بتستنى اليوم ده بتحضر فيه كل حاجة بيحتاجها الشيخ، وبعدين تقعد في أوضتها قافلة عليها وقاعدة بتسمع درس الدين من الشيخ أحمد زيهم بالظبط. ويوم الجمعة ده اللي هو تاني يوم من تقديم الهدية من الشيخ أحمد لمراته كان اسمه جمعة الغضب، وكانت دي المسميات اللي بتتقال في الفترة دي لأن سنة 2011 كان فيها أحداث يناير، وكان كل جمعة كان ليها اسم من المسميات، وعلشان كده قل إن 2011 سنة الجريمة سبب رئيسي في أحداث القصة. المهم إن يوم الجمعة بعد الصلاة الناس والجيران يلاحظوا إن باب بيت الشيخ أحمد مقفول، ودي مش عادته تماما، فيطلعوا يقعدوا يخبطوا كتير بس محدش يفتح ولا في صوت موجود جوه، فيستعينوا بطفل صغير ويرفعوه ويدخلوه من الشباك. وأول ما الطفل دخل سمعوا صوت صويت عالي جدا، الولد انهار وجري بسرعة على باب الشقة، وأول ما فتح الباب والناس دخلت وقفوا مصدومين من اللي شافوه، يلاقوا الشيخ أحمد قاعد على الكرسي المتحرك بتاعه وبقه ملزوق بلاصق طبي وإيده ورجليه كمان ملزوقين بنفس اللاصق الطبي، وواضح جدا إن الشيخ أحمد مقتول. فيجروا بسرعة علشان يدوروا على مراته، يلاقوها مرمية على السرير وشبه عريانة تماما، ويلاقوا ايديها وبقها ملزقين بنفس اللاصق الطبي، لكن الزيادة انها غرقانة في دمها ومدبوحة، منظر بشع جدا وغريب في نفس الوقت. مين اللي يعمل في الشيخ ومراته كده وليه؟ يوصل رجال الامن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي، ويلاقوا نفسهم قدام قضية غريبة جدا، راجل ما يقدرش يتحرك ويتم التعامل معاه بالشكل ده، جحود بمعنى الكلمة. حتى الطريقة اللي لقوا مراته مقتولة بيها واضح جدا ان ما كانش فيه مقاومة ومفيش اي اثار عنف في دخول الشقة، ده غير ان الشقة نفسها صعب انها تكون تعرضت للسرقة، لان حياة الشيخ احمد كانت حياة متواضعة، ما عندوش حاجة ثمينة قوي علشان حد يدخل يسرقه وكمان يقتله هو ومراته بالشكل ده. بس طبعا رجال البحث الجنائي دايما بيكون ليهم نظرة تانية. المعاينة المبدئية بتقول ان الشيخ احمد مخنوق وان مراته تم الاعتداء عليها، وبعد
كده اتدبحت، وان الجريمة كلها بشكل عام ممرش عليها وقت طويل من وقت ما الاهالي اكتشفوا الجريمة، ووجود اللاصق الطبي اللي موجود عند الشيخ احمد ومراته احتمال كبير يكون كلمة السر في حل القضية دي. وخبراء المعمل الجنائي اثناء رفع البصمات كان عندهم مشكلة كبيرة، لانهم لقوا عدد كبير جدا من البصمات غريبة عن البيت، وده لان الشيخ احمد كان بيستقبل بشكل يومي عدد كبير جدا من التلاميذ والجيران والاهل، وهنا هيكون في مشكلة كبيرة في تحديد بصمة الشخص اللي ارتكب الجريمة. رجال الامن بعد التحريات الاولى يعرفوا ان الشيخ احمد ومراته الاتنين محبوبين جدا وعلاقتهم بالناس كويسة، ده غير ان اهل الشيخ احمد موجهوش اتهام لاي شخص بيتهموه ان هو اللي عمل كده. وبعد ما يخلص خبراء المعمل الجنائي شغلهم في مسرح الجريمة يتم نقل الجثتين للطب الشرعي علشان يطلع تقرير الطب الشرعي اللي يوضح حاجات كتير. التقرير بيقول ان الشيخ احمد واخد كمية منوم كبيرة جدا، وانه تعرض للخنق، وان الخنق ده هو سبب الوفاة، انما مراته تعرضت للضرب والاعتداء اكتر من مرة، وبعد ما تم الاعتداء عليها تم دبحها، ده غير ان في جرح في ودنها الشمال، الجرح ده واضح انه اثر شد حلق كانت لابساه. وهنا يبدأ يتحرك رجال الامن على معلومتين مهمين جدا، الاولى وجود لاصق طبي، والتانية ان الشيخ احمد واخد كمية منوم، ويبدأوا يراجعوا تاني في مسرح الجريمة علشان يتأكدوا هل في اي دواء منوم موجود في البيت بشكل طبيعي والشيخ احمد بياخده، وهل في اي اثر لباقي من اللاصق الطبي اللي اتربطوا بيه واتقفل بقهم بيه ولا لا، ويكتشفوا ان مفيش اي اثر لاي دواء منوم تاني موجود في البيت، ده غير ان نوع اللاصق الطبي اللي لقوه مربوط بيه ومقفول ببقه هو ومراته ملوش اي اثر في البيت. فيقرر رجال الامن انهم يعملوا بحث كامل لكل الصيدليات اللي موجودة حوالين بيت الشيخ احمد، ده غير فحص كل المكالمات اللي جات للشيخ على تليفونه يوم الخميس ويوم الجمعة الصبح. وبعد التحقيق مع كل اللي كلموا الشيخ احمد يوم الخميس، رجال الامن تكتشف ان مفيش ولا حد فيهم محل اتهام، كلهم ناس عادية وبيكلموا الشيخ باستمرار، وحتى كلهم اثبتوا الاماكن اللي كانوا موجودين فيها وقت ارتكاب الجريمة، وكل الناس كلامها طبيعي ومنطقي ما عدا شخص واحد بس. الحس الامني خلى رجال الامن يشكوا في شخص واحد اسمه الشيخ محمد فتح الله الحسيني، واللي اثبت كمان انه كان موجود يوم الجمعة في ميدان التحرير علشان يصلي الجمعة وبعدها يشارك في جمعة الغضب. بس رجال الامن حسوا من نظراته انه انسان مش طبيعي، ولما سألوا الناس عليه عرفوا انه راجل محترم جدا، وانه تلميذ الشيخ احمد، محافظ على ايده 8 اجزاء من القرآن الكريم. وفي نفس الوقت رجال البحث الجنائي بتكمل شغلها في انهم يدوروا على اي صيدلية يكون شخص دخل عندها واشترى لاصق طبي او منوم، ويمر على القضية 12 يوم كاملين، لحد ما يكتشف واحد من رجال المباحث ان في صيدلية لدكتور اسمه مينا بيقول لهم ان في شيخ جالهم يوم الجمعة قبل الصلاة اشترى 2 لاصق طبي عريض، واشترى كمية كبيرة من دواء منوم، وده بسبب ان اخوه مدمن وعايز ينزل من البيت ومش عارفين يسيطروا عليه، فعايزين يدوله المنوم ده علشان ينام وما ينزلش من البيت. في نفس التوقيت شكوك رجال الامن تبقى في محلها، ويعرضوا صورة الشيخ محمد الحسيني على دكتور مينا صاحب الصيدلية علشان يتعرف عليه على طول، ويقول ان هو ده اللي اشترى منه الحاجتين. يتحرك رجال الامن بسرعة علشان يقبضوا عليه، وفي نفس الوقت يطلب رجال المعمل الجنائي عمل تتبع جغرافي لخط التليفون بتاع الشيخ محمد اللي كان بيقول ان يوم الجريمة كان في ميدان التحرير علشان يصلي ويحضر جمعة الغضب. فيكتشف التتبع الجغرافي ان الشيخ محمد ما كانش في ميدان التحرير، ان وقت ارتكاب الجريمة كان موجود في منطقة الهرم، وده عكس اللي قاله تماما. فيتم مواجهة الشيخ محمد بكل المعلومات دي، وطبعا ينكر في البداية لحد ما يقولوله اهم معلومة. رجال الامن عملوا تحريات كاملة عن الشيخ محمد الحسيني علشان يكتشفوا انه متهم قبل كده في 14 قضية، وانه مسجل خطر في دمياط، وعنده 36 سنة ومدمن للمخدرات وتحديدا الهيروين. وبعد ثورة يناير لقى انه انسب حل انه يدخل وسط رجال الدين وانه ينتمي لاي طيار اسلامي، منها علشان خاطر يعيش تحت ستار الدين، ومنها علشان ياخد فلوس ويقدر يشتري المخدرات بتاعته. وتقريبا الوقت ده في مصر كانت موضة ان الشخص ينتمي لاي طيار اسلامي. طيب ايه اللي حصل بالظبط؟
محمد الحسيني اللي حرام نقول عليه شيخ، بعد ثورة يناير لما انضم لواحد من التيارات الإسلامية اتعرف على الشيخ أحمد عامر، وفكر في البداية إنه ربنا يهديه على إيده، وفعلا قعد ياخد عنده دروس دين ويحفظ على إيده القرآن، لكن في نفس التوقيت كان بيشتري مخدرات وكان بيشرب الهيروين عادي. بس طبعا ولا حد من اللي حواليه ولا الشيخ أحمد يعرف أي حاجة عن تاريخ محمد الحسيني. كان ممثل قوي جدا لدرجة إنه كان بيمثل على نفسه إنه رجل دين ومصدق نفسه، كان بيقعد ينصح الشباب ويقول لهم الصح والغلط والحرام والحلال، وكان كل ما يعرف يكسب أي فلوس كان ينزل يشتري بيها مخدرات على طول، ومن كتر ما المخدرات ما كانتش مخليها قادر يحدد الصح من الغلط، فلما كان بيروح زيارة عند الشيخ أحمد في البيت كان بيلاقي مراته لابسة دهب، ولما كان عنده يوم الخميس يوم ما الشيخ أحمد ادى الهدية الدهب الجديدة لمراته قرر إنه لازم يسرق الدهب، ده غير كمان إنه كان متخيل إن كل الناس زبالة زيه، كان فاكر إن مرات الشيخ أحمد هي كمان بتمثل عليه وإنها ولا متعاطفة معاه ولا حاجة وإنها قاعدة جنبه علشان بس بتستفيد منه، فقرر إنه يحاول يصاحبها أو يعمل معاها علاقة، بس للأسف اكتشف إنها ست محترمة بجد وعكس ما هو متخيل، إنسان زبالة فعلا، فقرر إنه هيخلص كل حاجة ويسرق الفلوس والذهب علشان يشتري المخدرات، وإنه متأكد إنه لا يمكن حد بس يشك فيه، واختار يوم الجمعة تحديدا علشان عارف إن الشيخ أحمد بيبقى فاتح بابه من الصبح وبيبقى قاعد مستني الناس بعد الصلاة علشان تجيله، فقرر إنه هينفذ الجريمة دي الصبح وبعدها يطلع على ميدان التحرير علشان يثبت وجوده في جمعة الغضب، وطلع على الصيدلية واشترى اللاصق الطبي واشترى المنوم، وبعدها كلم الشيخ أحمد وطلع له على البيت، ومن كتر ثقة الشيخ أحمد فيه فكان بيسيبه يتحرك براحته في حدود الأدب والالتزام، فطلب من الشيخ أحمد إنه يدخل المطبخ علشان يحضر مشروب ليه وللشيخ أحمد، وطبعا الشيخ وافق، دخل على المطبخ وحضر مشروب الشيخ أحمد وحط فيه كمية كبيرة من المنوم، وبعدها دخل الحمام وخد أول جرعة هيروين، ولما خرج كان الشيخ أحمد قرب يخلص الكوباية، بس لسه مفيش أي أثر واضح للدواء المنوم، فالهيروين والمخدرات خلت محمد يستعجل الموضوع، فقال إنه مش هيستنى لحد ما الشيخ ينام، فقام عليه وطلع الشريط اللاصق والراجل عايش وربط بقه وربط إيده ورجله، برغم إنه ولا بيتحرك ولا هيقدر حتى يقاومه، وبعدها خنقه، ولما مرات الشيخ أحمد سمعت صوت غريب بره فبتنده علشان تعرف فيه إيه، فقال لها إن الشيخ أحمد بيكلم حد على الإنترنت وإن مفيش أي حاجة وما تقلقيش، وإن الشيخ أحمد تعبان شوية فهو هينقله بالكرسي المتحرك يدخله على أوضته وبعدين ينزل علشان يلحق صلاة الجمعة، وفعلا يحرك الكرسي والشيخ أحمد أصلا ميت، وبعدها يفتح الباب ويقفله تاني علشان يوهم الست إنه خرج من الشقة. فأول ما مرات الشيخ أحمد تخرج علشان تطمن عليه تتفاجئ بأن محمد الحسيني واقف لها وفي إيده سكينة، فيضربها على دماغها أكتر من مرة وهي تحاول تستنجد بأي حد لكن كان بيكتم صوتها، وبعدها طلع الشريط اللاصق وقفل بقها علشان ما يطلع لهاش أي صوت، ودخلها على أوضة النوم واعتدى عليها أكتر من مرة، وبعدها دبحها وسرق كل الذهب والفلوس اللي موجودين في البيت، وبمنتهى البرود دخل الحمام وغسل نفسه من أي دم موجود، وبعدها لم كل الحاجات اللي فيها أثر لوجوده زي علبة الدواء والشريط اللاصق والسكينة ونزل وقفل الباب وراه، ومن كتر الفجر اللي فيه بعد ما ينزل يطلع على الجامع علشان يصلي الجمعة مع الناس، وبعدها يروح ميدان التحرير ويحضر فعلا جمعة الغضب معاهم لكن ما يقعدش كتير، ويسافر على دمياط ويبيع الذهب ويشتري بالفلوس مخدرات، وهو متأكد انه مستحيل حد يشك فيه، وطبعا مفيش ولا حد من الجيران ولا من الاهل مصدق ان الشيخ محمد الحسيني تلميذ الشيخ احمد هو اللي عمل كده، وتقدم للمحاكمة بكل الادلة اللي عليه واكيد هيتحكم عليه بالاعدام، وده اقل حكم ممكن ياخده، بعيدا عن انه مسجل خطر وانه مدمن، لكن انه يتخفى في زي ديني وشكل ديني مفيش احقر من كده، ربنا يرحم الشيخ احمد ومراته لانهم فعلا ما يستحقوش كده ابدا، وياما بنشوف في حياتنا ناس بيمثلوا على نفسهم اكتر من محمد الحسيني ده ويصدقوا نفسهم. سلام عليكم.